جولة حياتك في البلاد العربية خرجت منها بحصيلة من الذكريات، يمكن حياتك عملت جولات زمان كأم كلثوم مع والدك وأخوك في القرى والمدن في بلدنا يعني هنا. إنما في البلاد العربية الجولة كانت شكل آخر خالص. هي فعلا كانت جولة وكانت لازمة يعني علشان أخرج أنا من نفسي بعد ال 67 دي يعني. كنت أنا يعني متضايقة جدا، وعشان أخرج من هذا الموضوع كنت يعني عارف الواحد لما يكون بيعمل حاجة يفرغ فيها يحس إنه ساهم بحاجة شعر. فبدأت أولا بدمنهور، وبعدين اسكندرية وطنطا والمنصورة، وبعدين باريس. باريس الجمهور هناك يختلف. باريس بقى يعني ناس كتير قوي من أصدقائي نصحوني إن أنا ما أروحش باريس، لكن أنا ما فيش ثانية ترددت فيها إن أنا أسافر باريس في الوقت ده. كان التخوف إيه في الوقت ده؟ كانوا خايفين عليا يعني. بس من فرحت باريس، والحقيقة كانت حفلات ناجحة بشكل يعني أنا ليس لي فيه فضل، ده ربنا هو الموفق. كانت حفلات من أحلى ما يمكن، وكانوا كل العرب الحقيقة حاطوني بفضل لا أنساه أبدا يعني. كان كل البلاد العربية جم منها ناس في باريس خوفا عليا.